زل لسان وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقاء تلفزيوني له، وأقر بأن تنظيم الإخوان المسلمين هو تنظيم إرهابي واضعا إياها في خانة تنظيم القاعدة، وذلك ما كانت تسعى الدوحة جاهدة لإنكاره وإيواء قادة التنظيم رغم الأدلة الدامغة على ضلوع التنظيم المتطرف في دعم الحركات الإرهابية. So regarding Al-Qaeda, Muslim Brotherhood and all the terrorist or, and any terrorist organization, Qatar is not supporting.